بعد قرار الاتحاد العام التونسي للشغل التدخل لانهاء الازمه القائمه بين الهيكا وقناتي نسمه وحنا بعل المهدده بالغلق، عقد الاتحاد اليوم جلسه صلحيه بين الطرفين للنظر في الخلاف القائم وايجاد حلول توافقيه لانهاء الازمه والمحافظه على حقوق العاملين. جلسه اعتبرها اعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل ايجابيه، خاصه وانه تم الاتفاق في طريقه عمل بين الهيكا والمؤسسات الاعلاميه الى جانب تجاوز العديد من النقاط الخلافيه. بدنا في الخطوه الاولى في اتجاه منها تفتيك الخلاف هذا، واتفقنا في تقريبا طريقة عمل بين الهيكة والمؤسسات الإعلامية، وبشقع الاتفاق حول المسائل الخلافية هذه، وبدأنا الخطوة الأولى في تفتيك الاختلافات بيناتهم. تم التجاوز العديد من النقاط الخلافية بين الأطراف بين الطرفين، ونعتبر الاجتماع نتاع اليوم اجتماع إيجابي تقدمنا فيه بشكل نسبي ولكن زاد بشكل إيجابي. نأمل في أن يتواصل الاجتماع غدو الصباح، معناها 9 نتاع الصباح، لمواصلة النظر في بعض النقاط اللي مازالت محل الخلاف. هذا وسيعقد الاتحاد العام التونسي للشغل آخر جلسة يوم غد بين الهيكا وقناتي نسمة وحنا بعل. هذه الجلسة من المنتظر وأن تكون حاسمة في الخلاف القائم بين الطرفين. ذولي سي بوزيتيف، وغدوة عنا اجتماع غدوة الصباح، وإن شاء الله غدوة الصباح نفضوا المشكلة. ونشكر الاتحاد على خاطر ديما هذه الدار الكبيرة وهي اللي باش تفض فيها المشاكل الكل. احنا متفائلين، احنا جاي كي واحد جاي باش يتفاوض، معناتها يحب يقدم مش جاي باش يسكر البيبان. وللاشاره فقد عقد الاتحاد العام التونسي للشغل يوم امس اول اجتماع بين الهيكا وقناتي نسمه وحنا بعل، سعيا منه لانهاء الازمه القائمه بين الطرفين.